بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. في ذلك اليوم لا يوجد مكان نهرب إليه، المكان الوحيد الذي نستطيع الذهاب إليه يكون لله عز وجل. يوم القيامة هو اليوم الذي ينتظره الجميع بخوف وحب استطلاع، وعلى الرغم من أننا لا نعرف متى يأتي إلا أننا نعلم أن يوم القيامة قريب. كيف؟ لأن هناك العديد من الأحاديث التي تشرح ذلك، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الأحداث تقع قبل يوم القيامة. فما هي هذه الأحداث؟ سوف تتفاجأ عندما تعلم ما هي، لنتحدث عن العلامات التي تدل على اقتراب النهاية. إن هذه العلامات التي سنذكرها الآن هي تظهر مدى قربنا من يوم القيامة. هذه العلامات هي انتهاكات متعمدة للأوامر الربانية من قبل الناس وتدني في الأخلاق. ستظهر هذه العلامات كلما اقتربنا من يوم القيامة، وستحدث سواء أحب ذلك الناس أم لا، وتسمى بالعلامات الكبرى. سنتحدث أولاً عن بعض من العلامات الصغرى، ثم نتحدث عن العلامات الكبرى بترتيب حدوثها. أول علامة هي ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتحذير الناس وليعرف الناس بالجنة والنار، وهو آخر نبي يرسل إلى البشرية. وتعتبر ولادة النبي الأخير هي العلامة الرئيسية للعلامات الصغرى. علامة أخرى، وهي أنه سوف ينسى الناس أهمية القرآن الكريم، وليس هناك أي حاجة لمناقشة إذا كان يحدث هذا أم لا، فمعظمنا إلا من رحم الله يجعل القرآن الكريم في خلفية حياته على أحد رفوف بيته أو سيارته، بالرغم من أنه أهم شيء في حياتنا. فلتقف عزيزي المشاهد وأنا معك لنسأل أنفسنا سؤال: متى كانت آخر مرة قرأت فيها القرآن؟ ومن خلال إجابة كل واحد فينا سندرك ما إذا كنا نسينا أهميته أم لا. الله أكبر الله أكبر. لن يصلي أحد. لتتأكد من نسبة الأشخاص الذين يصلون، ألقي نظرة حولك في المدرسة أو العمل. مع اقتراب الساعة ينخفض عدد المصلين. هذه علامة أخرى مهمة على اقتراب يوم القيامة. ستزين المساجد، ولكن لن ينظر للصلاة على أنها مهمة. سيتم كسر الإيمان، سينتشر الربا، والصدق في التجارة سيختفي، وسيكون هناك انتشار للفتن والأكاذيب، وسوف تنتشر الذنوب العظيمة كالزنا وشرب الخمر. ستقدم الخمور تحت أسماء مختلفة، وسيتم قبول بعضها على أنها حلال. ينتشر الفحش والعري، وسينتشر البخل والجشع. لن يرحم الشيوخ الصغار، والصغار لن يحترموا كبار السن. سترتفع معدلات الطلاق وعدد الأطفال خارج إطار الزواج. سيتم التخلي عن الجهاد والوعظ. سيتم إفساد النظام الطبيعي، فيضانات، زلازل، انتشار الكوارث مثل الحرائق ستزداد في جميع أنحاء العالم، وسترتفع أعداد جرائم القتل، وستشيد المباني الشاهقة. هل لاحظتم شيئا؟ لقد ظهرت جميع علامات يوم القيامة الصغرى، وهذا يعني أن وقت الانتهاء قد اقترب. والآن سنذكر لكم العلامات الكبرى بترتيب الحدوث. أولها أن يخرج المسيح الدجال، وهو رجل أعور فتنته أعظم الفتن التي ما من نبي إلا حذر منه. يخرج في أصفهان في إيران، وسيمكث الدجال في الأرض 40 يوما. أيامه مختلفة، يتنقل بين الأرض، يذهب إلى مكان اليوم فيه طوله سنة، ويوم طوله شهر، ويوم طوله جمعة، وباقي أيامه كأيامنا. ينطلق يعيث في الأرض فسادا، يفتن الناس في دينهم. يجري الله عز وجل على يديه خوارق ليبتلي الله به المؤمنين. لا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل.
فاللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال. فيأتي أمام الرجل ويقول: هذا قبر أبيك؟ فيقول الرجل: نعم. فيضرب على القبر فيخرج، والذي يخرج ليس أبوه، ولكن شيطان يخرج على هيئة أبو الرجل. فيقول له أبوه: يا ولد اتبع، فإنه على الحق. فيا لها من فتنة عظيمة. وأثناء وجوده تظهر العلامة الثانية، وهي نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل تحمله الملائكة وقت الفجر، فإذا نزل يرى الناس تجتمع للصلاة، يقولون له: تقدم يا نبي الله، فلا يصلي بهم إماما إكراما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي مأموم وهو نبي. ويمكث عيسى بن مريم في الأرض 7 سنوات، مهمته في الأرض قتل الدجال، فيبحث عنه حتى يدركه في فلسطين في باب لد، وهو المكان الذي يموت فيه. فعندما يرى الدجال عيسى بن مريم يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه ويضربه بخنجره ويقول: إن لي فيك ضربة لن تخطئها، فيقتله، فتنتهي فتنة المسيح الدجال. ويعود عيسى بن مريم عليه السلام ويدعو الناس إلى توحيد الله، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. وفي أثناء ذلك تحدث العلامة الثانية، ينهدم السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج، فإذا انهدم السد انطلقوا يموج بعضهم في بعض كالأمواج من كثرتهم، حتى أن هناك بحيرة تسمى بحيرة طبرية، وهذه البحيرة في شرق فلسطين، يمرون عليها وهم يمشون يشربونها، فإذا وصل آخر واحد منهم يقول لمن حوله: يقولون كان هنا ماء، ويعني هذا أنهم قد شربوا ماء البحيرة وجفت وهم ما زالوا يمشون، ولم ينتهي عددهم، فلا يعلم عددهم إلا الله، ولا يقبلون على مكان إلا أفسدوا فيه، ويهلكون الأخضر واليبس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لعيسى بن مريم أنه قد أخرج أقواما لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا يستطيع أحد أن يقاتلهم، فافزع إلى الطور. فيذهب عيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين إلى جبل الطور، ويصل يأجوج ومأجوج إلى أرض فلسطين، وقد نشروا الشر في كل مكان. فيفزع عيسى بن مريم إلى الله ويدعوه أن يخلص الله المسلمين من شرهم، فيرسل الله عليهم دود يتسلط على رقابهم، فيقتلهم الله كلهم في ليلة واحدة. ثم ينزل الله تعالى المطر، لا يبقى منه بيت وبر ولا مدر إلا ودخله هذا المطر، وتعود البركة إلى الأرض مرة أخرى. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البركة فيقول: يجتمع القوم، والقوم عددهم من 3 إلى 9، يستظلون في قشر الرمان. ويبقى عيسى بن مريم 7 سنوات على الأرض يدعو إلى عبادة الله وتوحيده، ويعود الدين إلى الأرض. ثم يموت عيسى بن مريم، ويعود الشيطان مرة أخرى ليفسد في الناس، فيحدث خسف في شرق الأرض يتحدث الناس عنه في كل مكان. والخسف هو أن يخسف الله بأرض كاملة في ليلة واحدة يتحدث عنه كل الناس، وإذا بخسف آخر في غرب الأرض، ثم خسف آخر في جزيرة العرب، ثم بعد ذلك يخرج دخان يملأ ما بين السماء والأرض يغشى الناس، يتأذى المؤمنون منه كالزكم، ويتأذى غير المؤمنين أذى شديدا، يغطي الأرض كلها ثم ينقشع. وهذا الدخان هو إنذار لآخر 3 علامات. وتحدث العلامات الثلاثة الأخيرة، وأولها خروج الشمس من مغربها، وبمجرد أن تخرج الشمس من مغربها تضع الملائكة أقلامها، فلا توبة ترفع ولا عمل يقبل ولا دعاء يسمع. بدأ يوم القيامة. وهنا يدرك من يرى هذه العلامة أنه قد انتهى وقت العمل، وينتشر الفزع والرعب، فتخرج دابة الأرض تكلم الناس وتدور في الأرض وتسم الناس وتميز بين المؤمن والكافر، ثم تخرج نار تمشي مثل السيل، وهذه النار تبيت مع الناس حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، أي إذا جاء الليل وقفت، وإذا جاء النهار مشت، يهرب الناس منها حتى تسوقهم إلى أرض محشر الدنيا. فإذا اجتمع كل البشر يبعث الله تعالى ريحا طيبة كالحرير
لا يشمها مؤمن أو أحدا في قلبه لا إله إلا الله إلا ويموت، فلا يبقى مؤمن على وجه الأرض. ويرفع القرآن ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، فتقوم عليهم الساعة. فصاحب القرن الملك إسرافيل واضع البوق في فمه منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر هذه اللحظة، فينفخ في الصور نفخة واحدة صاعقة، كل من يسمعها يصعق ويموت من البشر والبهائم، فيظل يرتفع الصوت حتى يصل إلى الملائكة فيموتون، وتبدأ السماء تمور مورا، وتنقلب النجوم وتنكدر، والشمس والقمر يصطدمان، وتدك الأرض دكا، وتخرج براكينها، وتفجر النيران من البحار، وصوت الصاعقة يمشي ويقتل، حتى إذا انتهى الصوت وإذا بكل من في السماوات والأرض قد مات إلا ما شاء الله. ثم ينادي الله عز وجل ملك الموت: من بقي يا ملك الموت؟ وهو أعلم. يقول: بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الفقير. فيقول الله لملك الموت: اقبض أرواحهم. فيموت جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم يسأل الله ملك الموت: من بقي؟ وهو أعلم. فيقول ملك الموت: عبدك الفقير. فيقول الله له: مت فيموت. فيطوي الله جل جلاله السماوات السبع بضخامتها بيمينه، والأراضين السبع بيمينه، ثم يرجفها ثلاث رجفات، ومع كل رجفة ينادي الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب الله قائلا: لله الواحد القهار. وتنتهي بذلك الدنيا كلها، ولا يبقى إلا الله الحي قبل كل حي، والحي بعد كل حي، والحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. اللهم اقبضنا وأنت راض عنا، وأمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله.